يقول ربنا عز وجل هنا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الذي يستنبط يستل الآن من الواقعة نفسها أن ذلك عندما أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل أثر ذلك على المسلمين رغم أنهم كانوا أجلاء الصحابة. وفي وقتنا هذا في أيامنا هذه نعلم أن بلادنا عزها الله ونصرها تخوض ما يعرف بعاصفة الحزم، فأعظم ما ينبغي على الناس أن يجتنبوه أن لا يصدقوا ما يذاع ويشاع مما يراد به تفريق الجمع أو تثبيط العزم أو تهوين الحرب أو غير ذلك مما يريد العدو بثه حتى يوهن العزائم. رد الله عز وجل عليهم كيدهم في نحرهم. هذه حرب موفقة، لأن المراد منها درء مفسدة أعظم. والناس من قديم الدهر عقلاؤهم يعلمون أن الإنسان إذا زاد حلمه يعدون ذلك ضعفا وخورا وعجزا. النابغة الجعدي يكنى أبو ليلى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود فقال: تذكرت شيئا قد مضى لسبيله، ومن عادة المحزون أن يتذكر ندماي عند المنذر بن محرق، أرى منهم اليوم جانب الأرض مقفرة. إلى أن قال: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يفضض الله فاك. قالوا: عاش 150 عاما لم يسقط له سن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. موضع الشاهد من الخبر أن هذا الرجل الحكيم الصحابي الجليل قال: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر. فالإنسان يحتاج على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الدول أن لا يظنن أحد أن حلمه عجزا وضعفا وخورا، فلا بد له من فعل وحزم وعزم ينفي ذلك عنه. يقول عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهذا مما تورثته العرب من حكم مأثورة، والواقع أعظم الشهود.